تجي هذيك متاخر بزاف ما بغيني كل اللي كان معايا في القهوه ها هو اللي دري صبر واش لا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في لايف جديد معكم ريحه مجوهرات ريهام. كنديروا الداب ديال 18 الكراب جوده عاليه في المحل ديالنا كيتواجد في شارع الوفاء حي نرجس ترقص بروف مدينه فاس. ولكن كما ولفناكم دائما كنديروا لي ليفريزون جميع المدن المغربيه من طنجه حتى للقويره. اي حاجه عجبتكم في هذا اللايف اللي كندير دابا ولا اللي كنوريكم لي زارتيكل اللي كنوريكم فيه يكفي انكم ديروا لها سكرين صيفطوها لينا لا باج فيسبوك ولا على رقم تالي 0612724979. كتخليو لينا لو نون لو برينون لادريس و نيميرو تيليفون ديالكم باش كنتواصلوا معكم. بهذه الطريقه هذه كنصيفطوا لكم لارتيكل اللي عجبكم حتى للمدينه اللي نتوما كتسكنوا فيها. كتسلموا لارتيكل اللي اختاريتو ولا اللي عجبكم اللي بغيتو زعما تاخذوه. كتاكدوا منه كيف قلت لكم ابري كتخلصوه. فوالا هذه هي طريقه التعامل ديالنا. ما تنساوش عفاكم البنات بارطاجيو معايا لو لايف او ماكسيموم افيك فوز امي في لي مور ديالكم لي غوب افيك تو. بغيت كلشي يوصلوا اللايف. فوالا الناس اللي كانوا معنا في اللايف ديال البارح مرحبا بهم. كذلك مرحبا بالناس الجداد. الناس اللي كانوا معنا البارح في اللايف فيتو ديال البارح بدينا سلسله سرقاق ديال العنق. هذا النهار غادي نكملوا لا سيري ديال لي شين يعني ديال السناسل. ولكن البارح درنا سلسله سرقاق دابا غندوزو شويه موسطين شويه غلط شويه ثقال. ابري غادي نوريكم سلسله ديال الحضور تحت الطلب ديال الزبناء الكرام. فمرحبا بكم معنا. فوالا نقراو لكم لي كومونتير فيتو. ميرت مرحبا سيمو سي مرحبا سوريا البنز مرحبا بك اختي معنا. شحال ديال الدب اليوم؟ القديم 345 درهم والجديد 400 درهم 408000 ريال بالنسبه للدب الجديد. فوالا صوفيا النرجاوي سلام اختي وعليكم السلام خويا مرحبا. عبد الرحمن العقيدي مرحبا. ويديان حزيم وسي مرحبا بك معنا. الرجال تكون زوينه. سيمو خويا ما السلاسل ديال الرجال ما كاينينش دابا باش نوريهم ليك، ولكن الا بغيتي شي حاجه دوز بريفي نقدروا نجيبوها ليك سيغ كوموند. مرحبا خويا مروه العريشي مرحبا بك مروه مرحبا بك في اللايف. سلام حبيبتي لاباس عليك ديما معاك. مرحبا حبيبتي انا ديما معاكم في المواعيد اللي كنقول لكم دائما. فمرحبا مروه ما تنساش بارطاجي معاك لو لايف مع صحاباتك وفي الميور ديالك افيك تو باش كلشي يوصلوا اللايف. بولبوله خليفه مرحبا بك معنا. عملاء ايه عايزه تشري من عندكم من القاهره مرحبا بالناس ديال القاهره كيف دائما تحيه للناس ديال مصر والمغاربه فين ما كانوا بيان سور. بولبوله مرحبا بك معنا متتبعه ديالنا من مصر. مرحبا حبيبتي اجي مرحبا بك للمغرب عندنا ومرحبا بك حتى في المحل. رضوان مرحبا خويا. فوالا توريا شحال وصل جاوبتك حبيبتي. نجمه بساوي سلام مرحبا بك بسومه. فوزيه فيفي راه غنموتو. فوزيه فيفي حبيبتي راه الدنيا ما توقفات راه جوست اون مالادي اللي غادي تدوز ان شاء الله ونتمنوا الشفاء للجميع. وكيف ما راكم كتشوفوا في
l'internet, les réseaux sociaux, la télévision, tout ça, et que vous faites les احتياطات, يعني توقيوا راسكم احتياطات الواجبات, تبعوا التعليمات اللي كتعطيها وزارة الصحة بيان سور, وان شاء الله غادي يكون الخير وربي حافظنا. ماشي ضروري, ماشي يعني ان لا مالادي كاينه ولا المرض كاينه يعني اننا غنشدوا علينا في الدار, ما نخدموا, ما نشريو, ما نبيعوا, ما والو. يكفي ان التجاره العالميه توقفات, فهذا ما يزيدش يشجعنا ان حتى التجاره المحليه نوقفوها, نو بالعكس تشجعنا اننا اللي عندهم المنتوجات المحليه كو سوا في الخضره في نيمبورت كيل دومين, اي حاجه كيف ما كانت ما توقفوش. اللي كيدير شي عمل او لا شي حاجه كيديرها ما يوقفش, يكمل حياته عادي, كفي انكم ديروا الاحتياطات اللازمه وربي كيحفظنا من عنده, والله يشافي الجميع والله يحفظنا يا ربي ان شاء الله. كي كيقولوا وقيته وديزا ان شاء الله باذن الله. واستغلوا الفرصه ان الذهب طايح دابا, شريو بوركوا با, علاش لا, حيت لا مالادي راه ان شاء الله غادي تدوز وتبقى لكم ديبه. فوالا. روان الكا سلام, ممكن تورينا سنس الطوال مودرن؟ مرحبا حبيبتي روان, مرحبا بك معنا في اللايف. بيان سور حبيبتي نقدر نوريكم كاع داكشي اللي بغيتو, ومرحبا يعني انك جيتي في واحد الوقيته اللي اصلا هاد اللايف غنعرضو فيه سنيسلاس, فخليك معايا نكمل غير لي كومونتير وغادي نبدا نوريكم سنيسلاس. وافون ما نوريكم سنيسلاس غادي نقول لكم لي بري ديال هاد لي زارتيكل اللي انا لابسه هنايا باش تعرفوا كل حاجه. فاتي ارتيزان مرحبا بك معايا فاتي, اهلا زين, نتمنى تكوني اليوم اون فورم. وي حبيبتي الحمد لله هاد النهار راني اون بون سونتي. فوالا مروه العرايشي جي بارطاجي حبيبه ديالي مرضاها ليك, شوف وجهك. ميرسي بوكو مروه العرايشي اللي لختك حبيبتي, ميرسي بوكو, ميرسي بور لو بارطاج. واسي لي في حتى نتوما وحتى الدراري اللي كيشوفوا معنا اللايف بارطاجيوه معنا. فوالا جمال العمراني مرحبا خويا, منوره بوجودكم ربي يخليك, ميرسي بوكو. فوزيه فيفي غي ضحكه ربي يحفظنا, مرحبا حبيبتي خذي راحتك. فوالا غير جابتني لوكازيون حيت ديجا لي لايف اللي دازو كنت كنقرا بزاف ديال لي كومونتير, واش بقى لينا زياد, واش بقى لينا غير الذهب, واش بقى لينا غير هذا كورونا كورونا, ماشي شي حاجه اللي خاصنا نوقفوا حياتنا ولا هذا, مازال الدنيا غدا. فوالا كورونا غير امتحان من عند الله, اما الحياه ما توقفاش بما بيان سور فاتي, الحياه مازال مستمره وان شاء الله يكون خير. الذهب طاح شويه هاد اليمس, اختي ريحه بشي زمان مزيان. وي خويا سيمو الذهب شويه طاح هاد اليمس, راه نقص 20 درهم جو بونس 22. فوالا شحال الغرام دابا ساره معاق؟ بالنسبه للقديم كيبقى 345 وجديد 400 درهم 8000 ريال. انا يلوف نتا شحال داير الذهب احبيبه حبيبتي؟ الذهب داير دابا القديم 345 درهم والجديد 400 درهم 8000 ريال. زي او دي نزل سعر الذهب عندكم زي او دي, مرحبا بك خويا معنا في اللايف. زي او دي من المتتبعين ديالنا. نزل خويا شويه الذهب دابا راه طيح بشحال لي بوك اللي في ودنيك. نوال ريان حبيبتي هاد لي بوك اللي انا كنت بورتي دابا هما اونصومبل, فيه هاد لو كولي اللي كتشوفوا معايا هنا فريمون زوين بزاف افيك لا باك ديالهم, و اوسي لو براسلي كيف ما كتشوفي معايا فنين بزاف, جاو كيجيو زوينين ثقال وصحاح وعاطين العين ديال الحضور هاد لونسومبل فريمون كيحمر الوجه كيف ما كنقول لكم دائما. مي بيان سور حنا سلعتنا دائما كتحمر الوجه, ولكن كاينين شي حويجات اللي كيجيو تري شيك زعما على واحد اخرين. فوالا كيف قلت لكم البنات هاد لونسومبل كامل اللي انا لابسه فيه لي بوكل دوغاي الحلقات لو كوليي لا باك لو براسلي الخاتم و دبليج ديالهم. فوالا لونسومبل كامل كيدير 31600 درهم 31600 درهم اللي هي 3,032,000 ريال. فوالا كيف ما كتشوفوا معايا فريمون ثقيل وصحيح, مخدوم خدمه نقيه و زعما لا كاليتي ديالو فريمون زوينه بزاف كيف ما كتشوفوا معايا وثقيل. فوالا لو بري ديالو كيبقى 31600 درهم هي 31600 درهم واللي هي 3,032,000 ريال واللي هي 3160 اورو 3160 اورو اللي هي 3160 اورو ولا 31600 درهم اللي هي 3,032,000 ريال.
لبنى مشكور شفاني لبنى مرحبا بك حبيبتي معنا في اللايف اختي لاباس عليك لاباس الحمد لله نتوما لاباس عليكم نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير ام ابراهيم سلام اختي تمام طوان قال لي دايره مرحبا بك ام ابراهيم معنا في اللايف حبيبتي هاد لي بوكل ما كيمشيوش بوحدهم حيت هذا اونصومبل كيمشي كامل فوالا كيف ما كتشوفوا معايا فيه لو براسلي الخاتم لا باغ اي الحلقات فوالا اي لو كولي ديالهم فلونسومبل كامل كيف قلت لكم كيبقى ب 31600 درهم 31600 درهم اللي هي 3,032,000 ريال فوالا هذا هو لو بري ديال لونسومبل كامل جمال العمراكي عندك اسلوب رائع في التعليق ميرسي بوكو خويا جمال ميرسي ماكي ماكي سلام مرحبا نورتي اللايف منا ماعرفتش لو نو منوره بوجودكم ميرسي بوكو على لي كومونتير زوينين ديالكم و ديري معنا مزيان مرحبا حتى في مدينه فاس راه حنا دايرين زعما اسمينا زوينين فوالا نخلي لكم البنات النيميرو تيليفون ديال واتساب ايبانغلي في لي كومونتير 06 61 72 24 79 فوالا هذا هو النيميرو تيليفون ديالنا ديال واتساب باش نتواصلوا فوالا مروه العريشي عندك الصح اختي فوالا بون غندوز نقول لكم لي بري ديال هادشي اللي انا لابسه كيف ما كتشوفوا معايا كاين هاد الخاتم اللي دايره هنايا كبير بهاد لا بيرل اون نوار فريمون كيجي غزال بزاف وبيان سور الناس راكم عارفين بلي لو نوار تري شيك كيجي فن في اللبسه زوين بزاف والثمن ديالو جد مناسب ف هاد الخاتم اللي انا لابسه هنا كيبقى ب 3600 درهم 3600 درهم فوالا فوالا كيف قلت لكم هاد الخاتم اللي انا لابسه هنا كيبقى ب 3600 درهم 3600 درهم فوالا هذا هو الثمن ديال هاد الخاتم اللي هي 72000 ريال او بيان 360 اورو اللي هي 360 اورو فريمون الناس كيجي غزال بالنسبه للحضور علاش لا ديروا خويتماس ديال الذهب كيجيو فنيين فريمون البنات و لا كولور ديالو باس بارتو بيان سور يعني كيف ما كان لا كولور ديال اللبسه اللي غادي تكوني لابسه في الحضور كيجي معها لو نوار او كيجي غزال راكم كتشوفوا بيان سور كي كيجي في الفيزا فوالا كاين هذا الخاتم ديال المارياج نقرب لكم لا كام باش تشوفوا مزيان مزيون فيه كيبانوا بحال ثلاثه ديال الخويتماس فوالا نتوما شوفوا معايا تري شيك و تري سامبل وكما دائما كنقول لكم تو سكي سامبل اي بو اي حاجه سامبل كتجي زوينه وحليلوه في لذيذه فوالا كيف ما كتشوفوا معايا فالثمن ديال هاد لا باك دو مارياج كيبقى 2200 درهم اللي هي 2200 درهم اللي هي 44000 ريال فوالا هذا هو الثمن ديال هاد لا باك دو مارياج ثمن جد مناسب متناول الجميع يعني لو بري ريزونابل تقدر اي وحده تاخذو ندوزو لو بري ديال هاد السلسله ديال الانفيني ديال الحصيره كيف ما كتشوفوا معايا صحيحه البنات وثقيله فريمون وازنه الثمن ديال هاد لا غورميت كتبقى ب 3000 درهم اللي هي 3000 درهم واللي هي 60000 ريال فوالا 60000 ريال اللي هي 3000 درهم او بيان 300 اورو اللي هي 300 اورو واللي هي 3000 درهم فوالا فهاد السنيسله كيف ما كتشوفوا براتيك تقدروا تلبسوها تو لي جوغ يعني شاك جوغ دائما ديروها في يديكم ما تحيدوهاش ما تخافوش عليها تقطع ولا شي حاجه حيت فريمون مخدومه مزيان وصحيحه وبيان سور كتجي مزيونه في لذيذه فوالا بالنسبه لي براسلي هاد لي 3 براسلي اللي انا لابسه هنا فوالا شوفوا معايا البنات فيس كيقولوا ليهم لي براسلي ديال الفيس هما كيتلبسوا دو فاس كيتلبسوا على جوج جهاز جهه فيها هاد لي فيس هنايا وجهه سامبل ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا يعني واحد الجهه ما فيهاش هاد العيبات ديال المسمار اللي كاينين هنا ما كاينينش هنا دونك تقدروا تلبسوهم سامبل كما تقدروا تلبسوهم على لوتر فاس اللي هو فيه هاد العيبات ديال المسمار و بيان سور فيهم 3 كولور لور بلون يعني هذا الذهب ابيض هذا صفر وهذا احمر فوالا 3 كولور كيجيو زوينين بزاف براتيك بيان سور بحالهم بحال لا غورميت تقدروا تلبسوهم دائما ما تحيدوهمش كاع من يديكم هما راهم مانس يعني رطبين ما تخافوش عليهم يجدوا لكم في لي تريكو في الحوايج ولا شي حاجه فوالا كيف ما كتشوفوا معايا فريمون زوينين بزاف وحتى لو بري ديالهم جد مناسب هما كيبقاو ب 9300 درهم اللي هي 9300 درهم اللي هي 186000 ريال هادو بثلاثه بهم كيبقاو ب 186000 ريال
لي 9300 درهم او بيان 930 اورو 930 اورو ولا 9300 درهم. فوالا سهام زياده. مرحبا بك معنا سهام في اللايف. لا باغ اللي فيها حجره فيغ. نو حبيبتي من لبسات حاجه فيها حجره فيغ هذا. نعم هذا فيه حجره كحله. هذا فيه اون نوار زعما لا بيرل ديالو. هاد الحجره اللي فيه كحله ماشي خضراء. فالثمن ديالو كيبقى 3600 درهم 72000 ريال. هاد الخاتم هذا كيبقى 72000 ريال هي 3600 درهم باردون 3600 درهم اللي هي 360 اورو. فوالا هذا هو الثمن ديال هاد الخاتم. شادا خير. مرحبا بشادا خير. اختي الخاتم اللي فيه الحجره خضراء اللي في يدك بشحال جو سي با علاش كيبان لكم لا بيرل اون فير راه اون نوار البنات كحله ماشي خضراء. فوالا كيف ما كتشوفوا معايا هذا داير 72000 ريال اللي هي 3600 درهم 3600 درهم او بيان 360 اورو اللي هي 360 اورو ولا 3600 درهم اللي هي 72000 ريال. فوالا لي كونتير 89% بوزيتيف و 10% نيجاتيف. لي كومونتير بغيتي تقصدي مروه العريشي. الحمد لله هذا من فضل ربي اننا عندنا 89% كلها بوزيتيف. دونك ديك 10% اللي كتبقى هذيك نيجليجابل نحسبوا راسنا كاع ما كنقراوها ما كايناش دايوغ راه كاين بلوك. فوالا ميرسي مروه. بولبوله خليفه نفسي اشتري منكم اعمل ايه من القهره. بولبوله خليفه دائما كنقول لك حبيبتي مرحبا بك عندنا في المغرب. مرحبا على راسنا وعينينا في اي وقت جيتي مرحبا بك عندنا حنايا في مدينه فاس ومرحبا بك في المحل. واختي هذا جهدنا عليك شي حاجه واحده اخرى ما نقدروش حيت كيف كنقول لكم دائما ما كنديروش لا ليفغيزون لبرا المغرب سي جوست لي فيل دو ماروك يعني فقط الداخل المدن بلوتو المغربيه. منى امير بون كوراج برانسيس ربي يوفقكم والسلام. ميرسي بوكو منى امير باردون قريت منى ميرسي بوكو بور لو كومونتير ومرحبا بك خويا امير. فاطمه الزهراء اختي عافاك وريني لي براسلي اللي عندك. مرحبا حبيبتي فاشي هانتي شوفي معايا هادو اللي انا لابسه هنايا. فوالا كيف ما كتشوفي معايا راه فيهم هنايا هاد واحد لافاس فيها داك اللعيبات ديال كيقول لهم جو بونس الفيس ولا مسمار. فوالا من هنا وجهه سامبل انا نقرب ليك لا كام باش يبانوا ليك. فوالا والثمن ديالهم اختي فاطمه الزهراء كيبقاو ب 186000 ريال اللي هي 9300 درهم 9300 درهم واللي هي 930 اورو 930 اورو ولا 9300 درهم. فوالا هذا هو الثمن ديال لي 3 براسلي. شي حاجه اللي يدين ضعف عافاك اند سكوين كوين حبيبتي. بالنسبه لي براسلي كاين كلشي كاع القياسات كاينين لي غورميت فيهم الزياده والنقصان كيف ما كتشوفي معايا. كاينين دوطخ غورميت راني ديجا عرضتهم في لي لايف لي دازو. كاينين اوسي لي براسلي على حسب كاينين شي وحدين صغيورين على حسب لي ديدات صغيورين اوسي كاينين قياسات كبار. فوالا كوين ام ايناس مرحبا بك معنا ام ايناس. اختي شحال داير الذهب دابا؟ اختي داير دابا 345 بالنسبه للقديم 400 درهم بالنسبه للجديد 408000 ريال جديد و جو بونس 345 درهم هي 6900 ريال. فوالا بالنسبه للقديم. الهاشمي وفاء عافاك ورينا نسله زقاق الا كان ممكن. الهاشمي وفاء حبيبتي شوفي غتخلي لاباج ديالنا فيسبوك هياك كاينه في لي كومونتير ايبانغلي بلوتو افيك نيميرو تيليفون. غتخلي غادي تشوفي اللايف ديال البارح ديال جو بونس سامدي وي ديال سامدي ديال البارح غادي تلقاي تما كاع السنيسله سرقاق باثمنه جد مناسبه من 1000 درهم وانت طالعه حيت هاد النهار عندنا اون سويت ديال لو لايف ديال البارح غنكملوا التتمه ديال السناسل هما قدامي البنات. غادي حيت وصلت كملت سناسل الرقاق دابا وصلت لي مويان والحضور. دونك في اللايف ديال هاد النهار غادي نوريكم سنيسلات شويه ثقال وديال الحضور. فوالا دونك حبيبتي اذا بغيتي سنيسلات رقاق تقدري تدخلي اللايف ديال البارح وغادي تلقايهم. حبيبتي وفاء مرحبا. كيف العاده السنسله ولا غورميت ما بين 20 ولا 26 الف. صلاح الدين المعروفي البارح زاني بغيتي جو بونس سنسله ما بين 20 26 الف. بالنسبه لي غورميت ما كاينينش 20 الف ريال جو بونس با. كاين 1400 درهم وانت طالعه خويا ما كاينش 1000 درهم.
Voilà, Maria Alqish Salam, شحال البراسلي اللي في يدك اليسرى حبيبتي؟ هاد لي 3 براسلي اللي انا لابسه هنا كيبقاو ب 186000 ريال اللي هي 9300 درهم 9300 درهم او بيان 930 اورو 930 اورو ولا 9300 درهم هادو بثلاثه بهم يعني 186000 ريال. هذا هو الثمن ديال هاد لي 3 براسلي ماريا. واش ذهب؟ وي بيان سور سي دلور بيور يعني الذهب الحقيقي ديال 18 الكارات بجوده عاليه. فوالا السلام عليكم. ثمن الذهب اليوم القديم وجديد ما تبدلش بحال البارح بحال هذا النهار كان 345 بالنسبه للقديم و 400 درهم بالنسبه للجديد. لي باغ ارتي ديامون الخطوبه لي ديامون كنجبوهم سور كوموند دونك خويا نوفل الا بغيتي شي حاجه فاس بريفي ابري نهضروا في لي ديتاي تماك بغيتي شي حاجه مرحبا نقدروا نجيبوها لك سور كوموند مي دابا في المحل نو ما كاينينش. يوسف انا ميرسي افيك بليزير. حسنا بوزكري شحال حبيبه لونسومبل لوردا اللي خارجه جديده الروزا ياك شحال هذاك اللي كنا عرضنا ديال الروزا لونسومبل ديال الروزا 35000 درهم حبيبتي حسناء كاين واحد ديال 35000 درهم واحد ديال 36000 درهم فوالا راه ديجا كنا عرضنا حبيبتي الا بغيتي تدخلي لاباج ديالنا فيسبوك راه في لي كومونتير بيزو ريهام تماك غادي تشوفي لا فوتو ديال اونسومبل الروزا و شوفي الى عجبك. مينا بنت طالب كوكو ما بيل اهلا بنت امي مرحبا بك معنا في اللايف. غيبه هادي مينا فين كنتي غابره؟ صافي جو بونس شي جوج ديال لي لايف اللي دازو ما حضرتيش عليهم باردون داكشي علاش قلت لك غبرتي مينا. فوالا دابا غادي ندوز نبدا لكم سنيسلاس فوالا كيف ما كتشوفوا معايا غنبدا لكم بهاد السنسله ديال الحصيره ثقيله وطويله فريمون البنات صحيحه. شوفوا معايا التعليقات ديالها حتى هي ثقيله وصحيحه. غنوري لكم حكيمه بعيد سلام حبيبتي الثمن ديال الكوليي اللي في عنقك رائع. حكيمه بعيد مرحبا بك حبيبتي معنا في اللايف. هاد لو كوليي اللي انا لابسه هنايا ما كيمشيش بوحدو سي بيان دوماج كيمشي مع لونسومبل ديال اللي كتشوفي لي بوكل فوالا لي بوكل مع لا باغ و لو براسلي يعني كيمشي كامل. فالثمن ديالو كامل كيبقى ب 31600 درهم 31600 درهم اللي هي 3,032,000 ريال واللي هي 3160 اورو. فوالا هذا هو الثمن ديال هذاك ديال لونسومبل بلوتو كامل. فوالا هانتوما شوفوا معايا السنسله البنات كي كتجي فريمون دائما كنقول لكم راهم طوال غير كنزيرهم باش يبان لكم مزيان في لاكام. فوالا هانتوما شوفوا معايا لاتي نهبط هذا شويه اوبس اسمحوا لي فوالا صحت لي التعليقه ديال سيسلا اودي تلفاتنا هاد كورونا ما مقابلين غير الاخبار. اي والله يحفظنا الله يحفظنا ان شاء الله الله يحد اللباس وان شاء الله يتشافوا الناس اللي مرادين ويحفظ اللي ما مريضش يا ربي. غير هو سي بريفيرابل زعما يحترموا الناس داكشي اللي كيقولوا ليهم في اللي كتقول زعما وزاره الصحه والتعليمات اللي عطاو لهم فريمون بحال مثلا الدراري اللي كيقراو تحبسات القرايه دابا يعني ما كاين لاش يبقاو زعما يخرجوا وهداك الشيء فريمون لي بارون ولا البنات اللي عندكم خواتاتكم اللي معايا دابا في اللايف ما تخليوهمش يخرجوا يعني يجلسوا في الدار دابا راه كلشي ها انتم تفرجوا لي لايف فوالا ديال لي بيجو اللي بغى يشري شي حاجه بار انترنيت بوركوا با يعني حاولوا ما امكن تنقصوا من الخروج لبرا سي ميو بور فو باش انكم ما تاذوش انتم والله يحفظ الجميع. فوالا كيف قلت لكم هانتوما شوفوا معايا السنيسله كتجي رائعه للناس زوينه بزاف والثمن ديالها جد مناسب فهي كتبقى ب 4800 درهم 4800 درهم اللي هي 96000 ريال 4800 درهم 4800 درهم هي 96000 ريال واللي هي 480 اورو اللي هي
480 € ou 99000 ريال. ناديه التوزي, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته, يحفظك ربي, معك اختك ناديه. مرحبا بك حبيبتي ناديه معنا في اللايف, جو بونس لا بروميير فوا اللي كتشوفي اللايف ديالنا. شكرا بزاف على الدعاء ديالك, ربي يخليك, ميرسي بوكو. شحال داير هاد الشيء اختي مصطفى ام كا اس؟ خويا هاد السنيسله اللي انا اللي كنوريكم بليتو دابا كدير 96000 ريال, اللي هي 4800 درهم 4800 درهم او بيان 480 €. فوالا كيف ما كتشوفوا معايا السنيسله ثقيله وديال الحصيره زوينه بزاف. فوالا كيف ما كتشوفوا معايا الثمن ديالها جد مناسب, فهي كتبقى ب 96000 ريال اللي هي 4800 درهم فوالا او بيان 480 € اللي هي 480 €. غندوز نوريكم هاد السنيسله فوالا, شوفوا معايا البنات فريمون مبرومه وصحيحه. شوفوا معايا انا دائما فريمون راه كنوريكم شي حاجه زعما بحال راكم كتقاسوها بايديكم, ودائما غير كنقول لكم شي حاجه فريمون ثقيله وصحيحه, فبكل امانه راه كتكون صحيحه وثقيله ديال بصح زعما ماشي تقولوا غير كنهضروا ولا شي حاجه. ها انتم شوفوا معايا و لو بري ديال هاد السنسله كيبقى ب 106000 ريال اللي هي 5300 درهم 5300 درهم فوالا, واللي هي 106000 ريال. فشي ارتيزان داكشي اللي كندير انا ولادي هنا في الحصار. وي احسن حاجه حبيبتي فاتي والله العظيم من الاحسن ما تخليهم لا يخرجوا لا حتى شي حاجه, جلسوا في الدار, النظافه, الماء, فوالا داكشي اللي كيقولوا لكم ديروا, وهنيوا راسكم من الزنقه الراحه فوالا. شي خاتم ديال الزواج حمزه كريم. هانت اخويا كاين هذا اللي انا لابسه هنايا كيف ما كتشوف معايا, زوين بزاف, راه ديال الغافينيتي صحيح, ما تخاف عليه زعما لا عواج لا والو. الثمن ديالو كيبقى فوالا ب 2200 درهم 44000 ريال اللي هي 2200 درهم واللي هي 220 € 220 € ل 2200 درهم ولا 44000 ريال باردون. بغيت نعطيها لمراتي ياكي كادو ياكي زوينه. وي خويا والله العظيم فريمون شي حاجه صحيحه كتحمر الوجه, غير على حسب انت الثمن اللي بغيتي. كاينين انا كنوري سنيسلات احسن كادو تقدر تهديه دايوغ لمراتك هو الذهب, فريمون كيفرحوا بزاف, غير كتعطيهم شي حاجه اللي فريمون عندها اون فالور, عندها قيمه. و فوالا هاد السنيسله هادي كتبقى ب 5300 درهم 5300 درهم اللي هي 106000 ريال. هذا هو الثمن ديال هاد السنيسله فوالا كيف ما كتشوفوا معايا. ثمن جد مناسب, وثمن بلوغو هو 530 € اللي هي 530 €. فوالا هذا هو الثمن ديال هاد السنيسله. خاصني شي خاتم ديال الزواج. حمزه كريم خويا هانسا كاين هذا اللي انا وريتك دابا, ولكن سينو بغيتي شي حاجه وحده اخرى زعما بثمن كثر تقدر انك تقول لي غير لو مونطون, يعني الثمن اللي يناسبك انت, يعني اكثر من هذا الثمن ونوريك الخاتم اللي بغيتي. مصطفى ام كا اس ايوا خويا الله يسهل فوالا. غنوريكم هاد السنيسله اللي كاينه هنايا, هانتوما شوفوا معايا ديال المسمار. فريمون هاد السنيسله هادو الناس راكم عارفينو بانه هما اللي كاينين دابا في طوندونس, هما اللي كاينين في السوق فوالا. شي حاجه زوينه بزاف, تري شيك وصحيح فريمون. شوفوا معايا جو بونس هنايا هادو لي بول مفتوله مزيان, يعني ام بروما وبيان زوينه صحيحه. والثمن ديالها جد مناسب, فهي كتبقى 126000 ريال اللي هي 6300 درهم 6300 درهم اللي هي 126000 ريال. انا نوريكم كي كتجي في اللبسه البنات, فوالا ها انتم شوفوا معايا, نديرها غير هكا, شفتوا كتجي فريمون زوينه بزاف. ها انتم توالي الى زعما لبستها غتجي حد لهنا, هذا هو الطول ديالها فوالا. ثمن جد مناسب, فهي كتبقى كيف قلت لكم 126000 ريال اللي هي 6300 درهم 6300 درهم. هذا هو الثمن ديال هاد السنيسلات. غندوز نوريكم سنيسلات واحد اخرين. كاينه هادي ديال الحصيره حتى هي طويله وصحيحه بزاف فوالا. شوفوا معايا فيها هاد الخميسه هنا دايوغ راه بجوج بيهم تقال لا سنيسله ولا التعليقه ديالها فوالا. نتوما شوفوا معايا هاد الطول ديالها,
يعني تقدر قوسمه طويله تقدروا تلبسوها غير هكا سي با لا بين انكم تحلوها فوالا. والثمن ديالها جد مناسب كتبقى 114000 ريال اللي هي 6700 درهم 6700 درهم. هاد السلسله بالتعليقه ديالها كدير 6700 درهم 6700 درهم اللي هي 114000 ريال واللي هي 670 اورو 670 يورو 670 اورو او بيان 6700 درهم اللي هي 6700 درهم واللي هي 114000 ريال. سماح الاندلسي سلام مرحبا صافا صافا الحمد لله حبيبتي اتوا كلشي مزيان في امان الله نتمنى انك تكوني بخير وعلى خير. مرحبا بك معنا في اللايف. غبرتي فين هاد الغبره كنتي معنا جو بونس في اللايف ديال البارح صافي ما غبرتيش. فوالا الناس كيف ما كتشوفوا معايا هاد السنيسله ديال الحصيره طويله وزوينه بزاف ثمن جد مناسب كتبقى 114000 ريال اللي هي 6700 درهم. هلا وبات تبارك الله نوره ميرسي بوكو نوره بوجودكم كيف العاده. فوالا كيف قلت لكم الثمن ديال هاد السنيسله كتبقى ب 6700 درهم اللي هي 114000 ريال. غندوز نوريكم هاد السنيسله حتى هي ديال الحصيره لا بوندونتي فيها افيكس فوالا نتوما شوفوا معايا فوالا كتجي حتى هي زوينه بزاف والثمن جد مناسب فهي كتبقى 114000 ريال اللي هي 5700 درهم 5700 درهم او بيان 560 يورو اللي هي 570 اورو ولا 5700 درهم ولا 114000 ريال. هذا هو الثمن ديال هاد السنيسله ثمن جد مناسب فريمون كتبقى ثمن جد مناسب. سامح الاندلسي ديما غزاله تبارك الله عليك وخلاص الزين ربي يخليك حبيبتي ليلى خطك عيناس كليفني ناس سامح ميرسي بوكو. بلانكا فاكادا لا باك دو مارياج فوالا كاين هاد لا باك دو مارياج اللي انا لابسه هنايا هذا كيبقى ب 44000 ريال اللي هي 2200 درهم 2200 درهم اللي هي 44000 ريال. كاينين دوطخ مارياج بلانكا فاكادا جو سي با واش بروفيل ديال دري او بيان بنت سينون بغيتي شي باك دو مارياج اخر يعني بثمن كثر ولا كاينين موجودين ابتداء من 1700 درهم وانتم طالعين حتى ل 5000 درهم فوالا. نذكركم بالثمن ديال هاد السنيسله كتبقى ب 5700 درهم 5700 درهم اللي هي 114000 ريال او بيان 560 يورو اللي هي 570 اورو فوالا. غندوز نوريكم لا شين بوندونتيف سيربون هادي فوالا اللي هي اصلا ديال الحصيره و لا بوندونتيف فيها على شكل راس ديال الحنش فوالا. ها نتوما شوفوا دايوغ البنات راكم عارفين بان هاد السنيسلات فيهم لي براسلي فيها لو براسلي ديالها البارح كنت لابساه الى عقلتو هنايا براسلي سيربون و اوسي كاينه غورميت جو بونس. المهم بعدا لي براسلي سيغ سارتان كو كاينين لي براسلي ديال سيربون ديال الحنش يعني اللي بغا لي براسا زعما افيك لو براسلي. ف الثمن ديال هاد السنيسله كتبقى ب 4900 درهم 4900 درهم اللي هي 98000 ريال 98000 ريال بالنسبه لهاد لهاد السنيسله مهبوله حبيبه. مرحبا بك معنا حبيبتي سلام فوالا. كيف قلت لكم هاد السنيسله كتبقى ب 98000 ريال اللي هي 4900 درهم 4900 درهم اللي هي 98000 ريال ثمن جد مناسب. غندوز نوريكم سنيسلا ديال البزيم بيان سور حتى هادي فيها لا غورميت ديالها راني ديجا لبسها لا غورميت ديالها تقريبا بحال هادي اللي انا لابسه هنا غير هاد التعليقه اللي كاينه هنا كتكون باردون في لا غورميت هنايا في الوسط فوالا. هاد السلسله هادي ديال الحصيره فريمون ثقيله وزوينه بزاف راها ثقيله البنات كنقول لكم ثقيله هي ثقيله. الثمن ديالها كيبقى 100000 ريال اللي هي 5300 درهم 5300 درهم و اللي هي 106000 ريال واللي هي 530 اورو 530 اورو او بيان 5300 درهم. هذا هو الثمن ديال هاد لاشين بوندونتيف فيكس. براسلي اللي في يدك شحال لالا لطيفه لطيفه مرحبا بك معنا لالا حبيبتي. هاد لي 3 براسلي اللي انا لابسه هنا فوالا نقرب لك لاكا
كيبقاو 186000 ريال اللي هي 9300 درهم 9300 درهم اللي هي 186000 ريال واللي هي 930 اورو 930 اورو او بيان 9300 درهم او بيان 186000 ريال هادو بثلاثه بهم كيبقاو 186000 ريال مهبوله حبيبه واش تقدروا تجيبوها لي النادور بيان سور حبيبتي كنديروا لا ليفغيزون جميع المدن المغربيه يعني كنديروا التوصيل حتى لجميع المدن المغربيه من طنجه حتى للقويره فين ما كنتي كيوصلك كتوصلك الامانه وبيان لارتيكل اللي خديتي حتى لعندك فابور يعني ما كتخلصي عليه حتى شي حاجه كيف كنقول لكم دائما هذاك ان بيتي جيست سامبوليك من المحل لي كليون ديالو فوالا سمع هذاك الخاتم الكبير اللي دايره واعر بزاف وي حبيبتي فريمون كيجي غزال بالنسبه للمناسبات الحضور وهذاك الشيء وبيان سور لا كولور نوار باس بارتو يعني كيجي مع جميع الالوان كو سوا تقدري زعما لابسه لو روج لو فير اي لون كنتي لابساه في التكشيطه ولا في اللبسه او بيان جلابه بوكو با اي حاجه كنتي لابسه اي لون غيجي معها هذا الخاتم فوالا حياه رشيد مرحبا بك حياه معنا في اللايف واللي الناس كتموت وانتم كتبيعوا وتشريوا حياه رشيد الحمد لله احنا ما متناش مازالين عايشين انت مازال كتفرجي فينا دونك علاش غنوقفوا حياتنا راني قلت لكم في الاول ديال اللايف فريمون هذه سي جوست اون مالادي وكي كيقول كلشي تقريبنا لي كومونتير اللي كانوا معايا من الاول ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى وربي حامينا وكيحفظنا وان شاء الله غادي يدوز يعني دايزه ان شاء الله ما سي با لا بين يعني ماشي شي حاجه اللي خاصنا نوقفوا حياتنا على ودها بالعكس الحياه تستمر و سي جوست كيف قلت لكم في الاول يكفي اننا نحميو راسنا ما نخرجوش من الديور نديرو التعليمات اللي قالتها وزاره الصحه وداكشي اللي كيقولوا في ريزو سوسيو وفي لا تيلي والاخبار ايتو وان شاء الله يكون غير الخير والله يحفظنا ويحمينا وينجينا ودايوغ راه ما غاديش توصلكم كورونا حيت انا بعيد عليكم راه حنا جوست حنا في لي ريزو سوسيو يعني انا كندوي في لايف فيسبوك نتوما جالسين في ديوركم دونك ما غيكون حتى شي مشكل ديال ان لا مالادي نتعدى ولا شي حاجه نتوما كتفرجوا فيا عجبكم شي ارتيكل كيف كنقول لكم دائما يكفي انكم ديروا لي سكرين سيفطوا علينا لا باج فيسبوك او بيان على لو نيميرو كي ايبانغلي في لو كومونتير نتواصلوا في واتساب يعني دائما غنبقاو كنتواصلوا عن بعد وحنا غنصيفطوها لكم في امانه دونك ما غاديش نجيو عندكم ولا تجيو عندنا وحتى الا جيتو عندنا مرحبا بكم فما تخافوش عندنا المحل معقم فوالا حياه بلال مرحبا وريني خواتم ديال المغياج مي بولت حبيبها كاينه حبيبتي هاد لاباك ديال المغياج اللي انا لابسه هنايا كيف ما كتشوفي معايا الثمن ديالو جد مناسب فهو كيبقى ب 44000 ريال اللي هي 2200 درهم 2200 درهم واللي هي 44000 ريال هذا هو الثمن ديال هاد لا باك دو مارياج سينون بغيتي دوطخ مارياج خليك معايا في اللايف نكمل شي سنيس لاسها هما قدامي ونوريك حبيبتي لي مارياج الا كنتي فريمون عواله ايمان ادريس مرحبا بك معنا ايمانيتا سلام زين وريني عافاك شي سرتله ثلاثه ماشي براسليات روميين حبيبتي ما كاينش دابا في المحل بلدين هي بغات سرتله دوزي حبيبتي بريفي لا بلوتو نيميرو تيليفون ديال واتساب ايبانغلي في لي كومونتير صيفطي لينا ميساج قولي لي انا اللي بغيت السرتله اللي فيها ثلاثه نصيفط لك دي فوتو و الى عجبك نصوبو لك بحالها يعني نقدروا نجيبوها لك سور كوموند مي الوحده اللي كانت عندنا هنا في المحل تبعت سي بور سا ما وريتها لكش اما كون كانت غنوريها لك حبيبتي انوار ساره انوار صا بليتو الله يشافي امين يا ربي يشافي جميع المسلمين ودايوغ انا راه ما فياش كورونا غير قلت لكم زعما او كاو كانت فيا راه ما غاديش نعاديكم فوالا لطيفة لالا براسلي اللي في يدك الاخرى سمحي لي دونك كتهضري لي حبيبتي لطيفة على هاد لو براسلي هذا سي بيان دوماج ما كيمشيش بوحدو جو في ديزولي كيمشي اونصومبل كامل لي بوكل دو يعني هاد هاد الحلقات لو كوليي اللي انا لابسه في عنقي ولو براسلي وحتى الخاتم فهاد لونسومبل كامل كيبقى ب 31600 درهم 31600 درهم اللي هي 3,032,000 ريال فوالا هذا هو الثمن ديال هاد لونسومبل فوالا غندوز
نوريكم بلاش ام عبد الله توزي واش هادشي اللي بقى لينا غير داب ام عبد الله توزي حبيبي سراني عاد دابا جاوبت واحد المراه وداكشي صفاء صفاء لي السلام والمليح هذا الله ينورك صفاء ميرسي حبيبتي منوره بوجودكم لي لي اختك الله ينوركم حسن نتوما كنصص لها في حدود 3800 درهم تكون طويله اللي كيديروا الفولار روان الكا بيان سور حبيبتي موجودين كاينين سنيسلات طوال شحال قلتي لي 3800 بغيتيها في حدود 3800 درهم 3000 درهم جو بونس با حيتاش اللي طوال اللي طوال شويه كيكونوا راكي عارفه وزنين دونك الثمن شي شويه كيكون طالع كاينه نوريك هادي هادي حتى هي طويله جو بونس نو هادي ما هاديش تجي مع الفوله مي دوزي بريفي دوزي بريفي حبيبتي غير نيميرو ايبانغلي في لي كومونتير نشوفو ليك شي سنيسله بهذاك لو مونطون ولكن شي شويه ديفيسيل زعما حيتاش كيف قلت لكم سنيسله طوال على حساب الفوله كيكونوا شويه زايدين في الثمن ولكن كاينين بالنسبه الى زعما كان بامكانك تاخديها بثمن اكثر فكاينين ولكن بهذاك لو مونطون دوزي بريفي ونشوفو تما نصيفطو ليك دي فوتو الى بغيتي بيان سور باردون اشرف سلطانه محمد مرحبا بك معنا سلطانه في اللايف السلام عافاك شحال داير الذهب فؤاد بناني مرحبا بك اخويا معنا في اللايف الذهب داير 345 بالنسبه للقديم و 400 درهم بالنسبه للجديد سلطان محمد فوالا سلام مرحبا وريني سنيسلات بنيات صغار هند ام صهيب موجودين حبيبتي قولي لي غير الثمن لي زعما جهدك اش باش نعرف شنو نوريك حيت كاينين بزاف فوالا ورينا خريشات فدوى وشمي واش في سناس الحبيبتي ولا في لي غورميت ولا ما عرفتش شنو لي خريشات ولا خلاخل شنو قولوا لي عافاكم ورينا السلام واش ممكن تورينا سنسله في حدود طويله بالنسبه لي كدير روان الكا جاوبتك حبيبتي فوالا لبنى او ال فلوجي مرحبا بك معنا لبنى في اللايف الكومونتير دي جو بونس با ما عرفتش علاش بنت لك هكاك ما عرفتش المهم مرحبا بك معنا في اللايف كورونا تاع الدور وانت باغا اوازيس فوالا غندوز نكمل لكم سناس البنات فوالا كيف قلت لكم فالي البري ديال هاد السنيس لا كيبقى ب 5800 درهم 5800 درهم اللي هي 116000 ريال 5800 درهم او بيان 580 اورو اللي هي 580 اورو ولا 116000 ريال فريمون زوينه بزاف وكيف ديجا قلت لكم البنات كاين لي غورميت ديال هاد السنيس لا هادو فؤاد نكادي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا خويا احنا غادي نموتوا وانتم مازالين معذب منير خويا جو بونس ما مازال ما متناش وما غنموتوش ان شاء الله باذن الله حيت ربي حفظنا وحامينا وان شاء الله ما غيكون غير الخير وكيف قلت لكم من الاول ديال اللايف ومازال كنقول لكم هذه راه سي جوست اون مالادي يعني غير دايزه ان شاء الله غيكون خير وان شاء الله كلشي غيبراو الناس وغادي هادشي بحال غيكون غير كنحلموا ان شاء الله باذن الله ما تقلقوش في اليدين حبيبه خريشات فدوى وشمي داكوغ حبيبتي خليك معايا في اللايف نكمل هاد السنيسلات اللي قدامي ونوريك لي غورميت اللي بغيتي ديال الخريشات راكي تمسي نو ما فيهاش كورونا كنتابع داكشي اللي قالوا لينا في لا تيليفزيون وزاره الصحه وداكشي ما خصكش تقيس زعما انيفك وعينيك بيديك وداكشي سي بور سا كنستعمل لو موشوار فوالا صافي دمنتي الموت لراسك وي اختي فاطمه الزهراء واللي كيدخل عندي كيقول لي كورونا الله يحفظنا يا ربي ويحمينا ويحجبنا فوالا شنو كنت بغا نوري لكم سنيسلات
Voilà, rendez-vous l'aide sans la hadi vraiment tout là ou c'est ça nous allons nous rapprocher comme la cam, ben c'est bien comme la qualité d'elle aide sans la vraiment zwina bzaf ou tamen d'elle a jide munasib Rawdha Darghouti ou je sais pas ma chine khala dak le surnom et le nom. Bonsoir, bonsoir habibti merhaba bik. Waouh. طبيبه تبارك الله عليك نو انا ما طبيبه ما حتى شي حاجه انا جوست كنبيع لكم الذهب وداك الشيء ولكن راه فريمون كنقول لكم شي حوايج اللي هما لوجيك واللي هما كاينين راكم كتشوفوا دابا لي ريزو سوسيو ولا تيليفزيون وداك اللقاءات اللي كداروا مع كوساسوا مع اطباء او بيان رئيس الحكومه وهداك الشيء كنقول لكم يعني تبعوا غير التعليمات اللي كيقولوا لكم ان شاء الله يكون خير راه ماشي شي حاجه اللي كتخلع وحق الله العظيم ايه ما ماشي باش نقول لكم زعما الناس ما الناس كيخافوا منها وحنا كنستهنوا بها نو ما نستهنوش بها كيف قلت لكم دابا توقفت القرايه يكفي انكم تجلسوا في ديوركم ما تخرجوش التجمعات ما كاينلاش الغير ضروريه ما كاين منها لاش ما ديباسيوش يعني التجمعات اللي فيها اكثر من 50 شخص يعني ما كاينلاش و بيان سور النظافه غسلوا يديكم ما تقيسوش عينيكم داكشي ماشي انا اللي غنقول لكم راكم كتسمعوا بارتو يعني في التلفازه في لي ريزو في هذاكشي و فوالا هادشي اللي قلت لكم ان شاء الله يحمينا سيدي ربي وانا كنقول لكم راه ما غاديش تعادوا الا تبعتوا لي لايف لي لايف ديالنا ما غادي يوقع لكم حتى شي حاجه كتشريو الذهب عن بعد يعني حنا غير كنوريوكم لايف فيسبوك نتوما كتفرجوا نتوما جالسين في ديوركم مهنيين ما مشيتو ما جيتو ما والو عجبتكم شي حاجه كديروا ليها سكرين كما كنقول لكم دائما كتصيفطوها لنا في نيميرو كي افانكلي في لي كومونتير 0616 72 24 79. حنا عاوتاني ما كنجيوش عندكم كنصيفطوها لكم في امانه يكفي انكم كتمشيو لاجونس كتسلموا الارتيكل اللي خديتو كتحققوا منه كتلقاوه سي فري كو هو هذاك اللي اختاريتو كتخلصوا كترجعوا لديوركم تنسوا صالا فوالا زعما ما كاين حتى شي كورونا ما كاين لا مرض لا والو سي تري فاسيل و تري سامبل يعني ما كاين سي با لا بين دو كومبليكي لي شوز ما كاين علاش نعقدوا الامور فوالا ايوا دابا شي شحال من مره كنعاود لكم هاد الهضره غادي نهبط شويه عاود لي كومونتير لتحت عاود غادي نلقى والمرض والناس كتموت كورونا والدابو هاي بض الله راه حنا بعاد راه ما غنعاديكم وانا فؤاد وشمي فدوا باردون وشمي ميرسي افيك بليزير حبيبتي وحده مغربيه اخوك من الجزائر فلور دادي مرحبا خويا مرحبا بالناس ديال الجزائر بالجاليه المغربيه المقيمه في الخارج المغاربه فين ما كانوا خويا اش غنقول لك تكل على الله هادشي اللي غنقول لك انا ما عرفتش فوالا موسى امين اختي صافا قولي لي واش هاد السنسلات حرين موسى ما فهمتش شنو بغيتي تقصد حرين ولكن سيد لوغ بيغ يعني الذهب الفري ديال 18 الكاره ماشي زعما تفليا ولا شي حاجه فوالا اديل الغريم تقولي ايه ربينا ام ياسمين ماشي وقت هاد الشيء العام الاول انتما شحال ديك السنسله اللي شاده في يدك ساره فخور حبيبتي هانتي شوفي هاد السنسله اللي انا دايره هنا كنوريكم كتبقى ب 7300 درهم 7300 درهم اللي هي 140 الف ريال هاد السنسله هادي كتبقى 140 الف ريال اللي هي 7300 درهم فريمون البنات صحيحه وثقيله بزاف جو بونس هادي بالنسبه للبنات اللي دايرين الفولا غادي تجي باينه غادي فوق منهم باينه كونوا هانيين زعما تبارك الله عليك زين الله يحفظك بيا شكرا عندك الهضره مزيونه ربي يخليك ميرسي بوكو لي لي خطيكم محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته اكون او لا اكون عافاك بشحال الغرام الغرام دابا واصل 345 درهم بالنسبه للقديم 400 درهم بالنسبه للجديد 8000 ريال جديد و 6900 ريال بالنسبه للقديم بشحال الذهب الغرام الذهب كيف قلت لكم الغرام واصل 345 درهم بالنسبه للقديم و 400 درهم بالنسبه للجديد 8000 ريال جديد و 6900 بليطو بالنسبه للقديم رودها براتي بونسوار شكرا مرحبا خويا فوالا كيف قلت لكم فالثمن ديال هاد السلسله هادي كيبقى 140 الف ريال
7300 dirhams ou bien 730 euros liés 730 euros ou là 7300 dirhams liés 140000 riyal شحال ديك السنه اختي هاجر محمد حبيبتي هاد السنه دايره 140000 ريال ليا 7300 درهم فوالا هانتوما شوفوا معايا التعليقه ديالها زوينه بزاف فيها هانتوما كيف ما كتشوفوا لي كولور لو روج اي لو فير فريمون كتجي زوينه بزاف زين كملي لي زارتيكل حيتو لي كومونتير كيعاودوا نفس الهضره كورونا كورونا وي سي فري دونك سي با لا بين باش انني نبقى شاك فوا نعاود فوالا غندوز سنيسلات شويه ثقال وديال الحضور العيون داير 420 درهم ما عرفتش دابا داير غير 400 درهم حيت راه طيح الا مازال نتوما عندكم تما ما طيح حيت فريمون رقص 20 درهم وبين 22 درهم كان 420 سي فري 420 درهم كنديرها ولكن جو بونس هادي شي 2 سيمين ما عرفتش مي دابا داير 400 درهم بالنسبه للجديد اختي بغيت سوتوار مع بري ميرسي مالك رحمه وي حبيبتي موجودين خليك معايا انا غنوريهم لك ندوز نوريكم سنيسلات ديال الحضور بحال هكا و ابري ندوز لكم لي سوتوار فوالا هانتوما شوفوا معايا البنات هذه كتجي طويله بزاف حتى لهنا وعاد راه مازال كتزيد الطوال غير حيت لبستها من فوق فوالا دابا كنجري فوالا كيف قلت لكم هاد السلسله هذه ديال الحضور كيف ما كتشوفوا فيها هاد لا بيرل اون فير هنايا بالخضر ثقيله وصحيحه مبرومه مزيان فوالا كيف ما كتشوفوا الثمن ديالها كتبقى ب 10000 درهم اللي هي مليون هاد السلسله بالتعليقه ديالها فريمون البنات هميزه ثمن جد جد مناسب كتبقى بمليون اللي هي 10000 درهم اللي هي 10000 درهم او بيان 1000 اورو 1000 اورو ولا 10000 درهم ولا مليون ريال مليون زعما ديال السنتيم فوالا هذا هو الثمن ديال هاد السلسله هذه كيف ما كتشوفوا معايا فريمون غزاله بزاف وثقيله صحيحه غنقرب لكم لاكام باش تشوفوا لا كاليتي ديالها فوالا هانتوما شوفوا معايا شفتوا البنات شحال صحيحه وثقيله وراها طويله صح زعما لو بري دو لا شين محمد وجدي سي 10000 درهم اللي هي 10000 درهم واللي هي مليون ديال سنتيم فوالا كيف ما كتشوفوا معايا ثقيله وصحيحه وزوينه بزاف الثمن جد مناسب جبت ليها فيك لي سوتوار يا قوم وشويه ديال الناس حيت بقاو لي غنزيد نوريكم هاد السنيسله هاد ديال البنات فوالا كيف ما كتشوفوا معايا حتى هي صحيحه فوالا نتوما شوفوا وطويله حتى هي فيها هاد لا بيرلون فير هنايا هادي كتبقى بمليون و 36000 ريال اللي هي 11800 درهم 11800 درهم فوالا كيف ما كتشوفوا معايا صحيحه وزوينه بزاف كتبقى كيف قلت لكم 11800 درهم او بيان 1180 اورو اللي هي 1180 اورو ولا 11800 درهم ولا مليون و 36000 ريال هذا هو الثمن ديال هاد السلسله بالتعليقه ديالها فوالا ثمن جد مناسب باردون فهاد السلسله كيف قلت لكم كتبقى بمليون و 36000 ريال اللي هي 11800 درهم 11800 درهم ou bien 1180 euros F ou mien ou t'manine. Voilà, rendez-vous nous réformes snisless d'yel radko. Hentouma, je fous m'aïa head snisslam. فريمون زوينه بزاف البنات بيان سور بلا ما نحتاج نشكر لكم السلاسل ديال الغادكو فهما كيكونوا بواحد لا كاليتي لي زوينه بزاف وكيجيو في العنق زوينين براتيك يعني تقدروا ديروهم دائما تخليوهم في عنقكم ما تخافوش عليهم انهم يتقطعوا لشي حاجه حيت كيكونوا صحاح و الثمن ديالها جد مناسب كتبقى ب 78000 ريال
فوالا في هذه السنه كتبقى ب 3900 درهم 3900 درهم اللي هي 78 الف ريال ولا 390 اورو اللي هي 380 يورو ولا 3900 درهم اللي هي 78 الف ريال فوالا نقرب لكم لا كام باش تشوفوها فريمون غزاله بزاف البنات واحسن في الفيزا كتجي زوينه بزاف غنوريكم واحد سنيسلة واحدة اخرى ديال الغادكو حتى هي زوينه والثمن ديالها جد مناسب بيان سور كيف كنقول لكم دائما هادو ديال غادكو براتيك يعني دائما تلبسوهم وقدام هما اللي اقدم زعما سناسل يعني هاد لو جونغ ديال سناسل قدام فالثمن ديالها دايوغ ما قصدتش بقدام ان زعما هادي كنبيعوها قديمه نو راه جديده ولكن زعما لو ستيل ديالها قديم فوالا الثمن ديالها كتبقى ب 4200 درهم 4200 درهم هي 84000 ريال اللي هي 4200 درهم او بيان 420 اورو اللي هي 420 اورو ولا 4200 درهم اللي هي 84000 ريال هذا هو الثمن ديال هاد سنيسلا فوالا كيف ما كتشوفوا معايا زوينه بزاف غنوريكم هاد السلسله حتى هي ديال الحضور فيها لا بيرل اون روج شوفوا معايا البنات شحال غليظه فريمون هانتوما شوفوا صحيحه وثقيله فريمون غزاله و طويله كتجي في الحضور باردون عاطيه للعين وباينه بزاف والثمن ديالها كتبقى بمليون و 138 الف ريال هاد السلسله هادي كتبقى بمليون و 138 الف ريال اللي هي 16900 درهم باردون 16900 درهم اللي هي 11 اللي هي مليون و 138 الف ريال واللي هي 16900 درهم فوالا 16900 درهم اللي هي بلوتو مليون و 138 الف ريال اللي هي 16900 درهم فوالا او بيان 1690 يورو اللي هي 16900 درهم فوالا كيف قلت لكم البنات كتبقى مليون و 138 الف ريال اللي هي 16900 درهم اللي هي 100 باردون مليون و 138 الف ريال فوالا هذا هو الثمن ديال هاد سنيسلا فريمون غزاله بزاف بالنسبه للحضور كتجي عاطيه للعين وليبين بري ديال دبلج ثلاثه اللي في يدي وي كاينين هاد فؤاد الكادي وكريم صرير تانكيت خوتي راه فريمون ما كنقراش هذوك لي كومونتير وكندير ليهم بلوك دونك اصلا غير بنادم كيكون غير دايز ما عنده ما يدير سي بور سا كيبقاو بهذوك لي كومونتير دونك سي با لا بين باش اننا نجاوبهم ولا نعطيوهم اكثر من الحجم ديالهم كاينه واحد الحاجه سميتها بلوك راني بلوكيت من لي كومونتير اي سا سوفي ليهم فوالا كيف قلت لكم اختي وبيان خويا جو سي با ديال من هذاك لو بروفيل لولي بيل هاد ثلاثه ديال لي براسلي كيبقاو ب 186 الف ريال هي 9300 درهم 9300 درهم اللي هي 186 الف ريال واللي هي 930 اورو اللي هي 930 اورو اللي هي 9300 درهم فوالا ميرسي بوكو على لي كومونتير الزوينه ديالكم كو سوا دراري او بيان بنات فوالا واش ذهب ولا بلاكيور لا هذا سي دلور بيغ يعني الذهب الحقيقي ذهب فري ديال 18 الكارا فوالا الذهب تاع كل فوالا ميرسي بوكو خويا فؤاد النكادي اي كريم و داكشي تبارك الله عليك الله يجيب ليك تيسر امين يا ربي ميرسي بوكو لي ليختيكم فريمون لي كومونتير لي هما بوزيتيف كيفرحوني و كيخليونا نزيدو نوريو دي زارتيكل زوينين بزاف بجودة اللي هي زوينة بيان سور و باسمينة مناسبة كل واحد كيعبر على المستوى ديالو مي بيان سور فاطمة الزهراء فوالا غندوز نوريكم هاد السنيسلة هادي حتى هي زوينة بزاف طويلة البنات
وصحيحه اوسي ديال الحضور الثمن ديالها جد مناسب كتبقى 152 الف ريال فوالا نتوما شوفوا معايا 152 الف ريال هي 7600 درهم 7600 درهم فوالا هذا هو الثمن ديال هاد لاشين ديال هاد السلسله وهاد هاد التعليقه 3 دي كي تري توندونس دابا بلاش كراكم عارفين هما البنات زوينه بزاف كتجي وطويله فوالا الثمن ديالها كتبقى ب 7600 درهم 7600 درهم اللي هي 152 الف ريال اللي هي 760 اورو 760 اورو ولا 7600 درهم فوالا ما شاء الله عليك ربي يخليك ميرسي بوكو كاين شي تاج افوطها كاين جو بون كاين خيط الريح اللي كيديروا البنات هنا راني البارح وريتو لكم البنات كيجي زوين اللي بغات تشوفوا يمكن لكم زعما تعاودوا تشوفوا اللايف ديال البارح في اللي راه في لاباج ديالنا فيسبوك بجوريها راها ايبانغلي هي ولو نيميرو تيليفون في كومونتير فوالا وبالنسبه اللي ما شافوش سنيسلس اللي عرضنا البارح حيت هذا النهار اللايف ديال هذا النهار تتم ديال اللايف ديال البارح بدينا بسنيسلس رقاق ابتداء من 1000 درهم وحنايا طالعين حتى وصلنا للسنيسل اللي كنوريكم دابا بهاد الاثمنه يعني ب 16000 درهم ب 7000 درهم فوالا يعني ماشي غير هادو السنيسل اللي كاينين كاينين سنيسلس باثمنه مناسبه ريزونابل يعني في استطاعات الجميع فاللي بغات تعاود تشوفهم ولا اللي ما شافتش اللايف ديال البارح تعاود شوفوا راه كاين في لاباج ديالنا فيسبوك بيجو ريهام بشحال غرام اختي سنسل الموديل القديم الغادكو بغيتي تقصدي شحال غرام ديال الغادكو 400 درهم حتى هو 8000 ريال لو ميم بري كو زعما الاخرين فوالا وي غنوريكم البنات لي سوتوار اللي بغيتو تشوفوا فوالا انا نوريهم لكم خليكم معايا هانتوما شوفوا معايا هاد لو سوتوار فريمون زوين بزاف وفيه هنايا لي كولور فوالا هانتوما شوفوا معايا لو بوردو لو بلو فير بلون هاد لي بتيت بول هنا فوالا وفيه هاد لي روز هاد لوريدات فوالا هانتوما شوفوا معايا هنايا هاد لوريدات و لتحت هنايا كاينه هاد لوريده هنا متحت منها خميسه فوالا هانتوما شوفوا معايا كي كيجي طويل بزاف وبالنسبه للمناسبات ولا شي حاجه فريمون كيجي زوين زعما ماشي ضروري باش انكم تلبسوها البنات غير في المناسبات هاد لي سوتوار تقدروا ديروهم فشي خريجه مع شي لبسه كلاس وسورتو للبنات اللي دايرين لي فولا دايوغ البنات اللي ما دايرينش لي فولا يقدروا اذا ما يديروا جوج مرات بحال ما هكا فهمتوني شنو بغيت نقصد وعشي فريمون كيجي غزال بهذيك الطريقه وبالنسبه للبنات اللي دايرين الفوله يقدروا يلبسوه هكا باش كيجي باين لو ستايل ديالو مع لي فولار زعما وداك اللباس زعما لي طويل وهذا كيجي زوين بزاف هاد لي سوتوار وسي حتى في لي سواري او بيان بغيت نقصد في لي سواري العرادات والحضور فوالا العراسات فوالا فالثمن ديال هاد لو سوتوار هذا كيبقى 136 الف ريال هذا 136 الف ريال اللي هي 6800 درهم 6800 درهم اللي هي 136 الف ريال اللي هي 6800 درهم او بيان 680 اورو اللي هي 680 اورو ولا 6800 درهم هذا هو الثمن ديال هذا لو سوتوار ماشي الوقت ندير بيع وشراء هذا بيعوا الناس وقدموا نصائح اذا كان عندكم غير على هاد البلاد حمزه الياس جو بونس عاد لصحقتي بينا في لو لايف حيت في لو ديبي يعني في الاول ديال اللايف هضرت ماشي مره ماشي جوج داكشي اللي كنعرف ولا داكشي اللي شفت ولا اللي عرفت انا حاولت ما امكن انني نبارطاجيه مع الناس اللي كيشوفوا معايا اللايف كيف قلتي نوعيوهم حاولت ما امكن بيان سور ما ماشي انا كيف قلت في الاول ماشي طبيبه وبيان عندي علاقه مع هادشي ولكن سي جوست توعيه كنبارطاجيو لي زانفورماسيون اونتر نو انا كنقول لكم داكشي اللي عندكم اللي عندي بلوتو نتوما عاوتاني اللي عندكم قولوه لي يعني اخذ ورد في المعلومات
وبيان سور كي كنقول لكم الله يحفظنا وين جينا وإلا كان المرض أو بيان لو فيروس كاين فهذا سي جوست يعني اون مالادي اللي غادي اللي ان شاء الله باذن الله غادي يتشافوا منها الناس وغادي توقف وغادي تستمر الحياه كان شيء ان لم يكن فيكفي اننا نتبعوا التعليمات اللي دائما اللي قلت في الاول وكنعاود نفس الهضره و سي لا ديرنيير فوا كو لي بلوتو اللي غادي ندوي فيها على لا مالادي فاحنا الحياه تستمر وما غاديش نسدو على راسنا واش غنموت واش انت مثلا ما كتخرجش تشري مساكل ما كتخرجش ما كتخدمش دونك القرايه اللي توقفات ما توقفاتش الحياه انت براسك راك كتخرج كتدخل كديروا بزاف ديال لي زكتيفيتي دونك علاش غادي نسدو على راسنا ودايور كيف قلت لكم لا مالادي ما غاديش تنتقل في لي ريزو سوسيو حنايا جوست كنديروا لايف كنبيعوا الذهب اللي عندنا انت كتسكن في اون اوتر فيل ولا في لا فيل دو فاس او جو سي با او يعني تقدر تشوف اي بنت وبيان كنهضرش غير على الدراري كنهضر على البنات والدراري تشوفوا شي ارتيكل من هادشي اللي كنوريكم دابا يعجبكم غديروا ليه سكرين غتصيفطوه لينا في واتساب حنا غنصيفطوه لكم في امانه دونك يعني كلشي تتم العمليه كي كنقولوا عن بعد ما غتقرب لينا ما غنقربوا ليك ما تخافش ما غنعاديوك ما غتعادينا دونك علاش غنبقاو حنايا في لي بارول نيجاتيف اللي كنهضروا كنقولوا شي حوايج اللي هما يعني سلبيين بالعكس Voilà, je vous ai fait le sujet, donc yakfi. Fati artisan, ouais, elle a dit ce soir. Oui, Habibti, vraiment, on se vient bzaf, et had les roses qui font mes petits. و هاد الخميس هنايا فريمون ثمن ديالو جد مناسب كيبقى ب 130 الف ريال اللي هي 6800 درهم 6800 درهم فوالا جلال تبارك الله لي سوتوار كيجي مع تقليدي وحتى العصري وي فاشي ارتيزان بيان سور حيت ديجا هاد لي سوتوار هما روميين كيف ما كتشوفي هاد لي غوز لي بول هادشي كامل هما مودرن دونك تقدري تكوني مثلا لتسجلين با avec des talons par exemple ou dire معها لي سوتوار عشي كيجي مانيفيك كيجي زوينين شنو اخر لبسات كشي طاح علاش لا تكوني لابسه مثلا غير اون شوميز طويله مثلا ومعها ان بوليرون ولا شي حاجه كديري فولا كديري لو سوتوار كيجي باين كيجي غزال فريمون لي سوتوار كيجيو تري شيك محمد محمد خويا مسامحين دنيا واخره ماشي مشكل هانيه الذهب داير 1500 دولار الكيلو خالص 100% ضربوا حسابكم ما فهمتش بغيت تسقط خويا الحسن بالكومونتير ديالك فين ممكن نلقى 1500 دولار الكيلو ولا جبنا شي باين باش قولوا جبنا خويا شي كيلو ديال الحسن غالب فين هادشي هذا خويا صحني عافاك كثر شي كومونتير اخر جبنا خويا قالك المعلم شي كيلو نشريوه من عندك ولا فين ممكن نلقى تيجان اور بيغ دوز بريفي نقدروا نجيبو ليك سور كوموند مي بيان سور لور بيغ الا بغيتي شي حاجه نقدروا نجيبو ليك سور كوموند تا انا كنحييكم بدوري ميرسي بوكو على لي كومونتير زوينين ديالكم امين يا ربي الله يجازيكم بخير في دوا تويجو شحال داير الذهب الذهب اختي في دوا دابا داير 345 درهم بالنسبه للقديم و 400 درهم جديد 8000 ريال جديد و 6900 دريال بالنسبه للقديم فوالا غندوز نوريكم واحد السوتوار اخر حتى هو زوين بزاف و الثمن ديالو جد مناسب فوالا نتوما شوفوا معايا هاد لو سوتوار حتى هو غزال بزاف ها نتوما شوفوا معايا هنا هاد لي تريك اللي كاينين هنا هاد لي موتيف و افيك هاد الزويبقه اوسي نتوما شوفوا معايا هنايا كاينه هاد الشويشيه فوالا فريمون مانيفيك البنات كيجي زوين في البيسان فوالا بحال هاد الشكل هذا البنات اللي قلت لكم ما دايرينش الفولا بحال هاد الشكل على هاد الشكل هذا تقدروا تلبسوه مثلا فور اكزومبل بحال هكا كيجي زوين بزاف وبالنسبه للبنات اللي دايرين الفولا فيلبسوه هكا كيجي زوين بزاف الثمن ديالو جد مناسب كيبقى ب 9000 درهم 9000 درهم اللي هي 180 الف ريال هاد لو سوتوار كيبقى ب 180 الف ريال اللي هي 9000 درهم 9000 درهم
اللي هي 9000 درهم واللي هي 180000 ريال في دوا تاويجو باردون في كاينين خصي حنا كاينين في مدينه فاس شارع الوفاء حي نرجس طريق صفرو ولكن كنديروا ليفغازون لجميع المدن المغربيه من طنجة حتى للقويره فين ما كنتي كيوصلك لارتيكل اللي عجبك حتى للمدينه اللي انت كتواجدي فيها فوالا كيف قلت لكم البنات هذا لو سوتوار هذا كيبقى 9000 درهم او بيان 900 اورو اللي هي 900 اورو ولا 9000 درهم ولا 180000 ريال يا سلام يا سلام يا سلام يا باش شيختي في طنجة انا كنبرعكم بلي دارتيك الزوينين شي شحال زوينين هاد لي سوتوار كيجيو رائعين بزاف سورتو هذا فريمون عجبني مانيفيك فوالا انتوما كتشوفوا معايا زوين بزاف وثمن جد مناسب فوالا انتوما كيبقى 180000 ريال اللي هي 9000 درهم كيف قلت لكم او بيان 900 اورو 900 اورو ولا 9000 درهم هذا هو لو بري ديال هاد لو سوتوار ندوز لكم واحد سوتوار اخر هذا فيه لي كولور فوالا لو بوردو اي لو فير شوفوا معايا فيه هنايا هاد لي بتيت بول فوالا حتى هذا طويل فوالا شوفوا معايا حتى هو فيه هاد اللعيبه تشويشيه فوالا الثمن ديال هاد لو سوتوار كيبقى 6000 درهم 6000 درهم اللي هي 120000 ريال فوالا هذا كيبقى ب 120000 ريال اللي هي 6000 درهم 6000 درهم او بيان 600 اورو 600 اورو ولا 6000 درهم ولا 120000 ريال هذا هو الثمن ديال هاد لو سوتوار اون غرو لا جي با كومبري طون كومونتير مولاي حبيب المحمدي عافاك واخا تعاود تكتب ما فهمتش قصتي الله يسر اللهم يسر ولا تعسر يا ربي امين يا ربي ميرسي بوكو اختي فدوى لي لا يخطيك شحال الخاتم الكحلي في يديك لبنى لولو لبنى حبيبتي هذا الخاتم اللي انا لابسه هنايا كيبقى ب 72000 ريال 3600 درهم 3600 درهم هذا الخاتم اختي كيبقى ب 3600 درهم هي 72000 ريال واللي هي 360 اورو 360 اورو هي 360 اورو ولا 3600 درهم هي 72000 ريال فوالا هذا هو الثمن ديال هاد لاباك هاد الخاتم هذا ديال الحضور فين عندكم المحل المحل ديالنا كاين في شارع الوفاء حين نرجس طريق صفرو في مدينه فاس فوالا نذكركم الثمن ديال هاد ديال هذا ما كاينش ديال هاد سوتوار كيبقى ب 6000 درهم 120000 ريال فوالا ثمن جد مناسب او بيان 600 اورو لي 600 اورو والله الا برعينا هاد لو دوزيام مانيفيك وي حبيبتي غزال بزاف حتى انا عجبني هذاك فوزيا اسيا اسيا مرحبا بك انتي وفوزيا فوالا غندوز نوريكم البنات السنيسلات اللي كيعجبوكم والسنيسلات اللي هما تري توندونس في اللبسه كيجيو ولا اروع وبلاش كعارفين هما البنات شي حاجه اللي طوندونس زوينه كديريها كتبان على فالور ديالها كتبان على انك دايره شي حاجه غاليه شي حاجه زوينه بزاف فريمون سمحوا لي شي حاجه توب غنبداو بالغافينيتي فوالا نتوما شوفوا معايا البنات هذا ديال الغافينيتي سلسله ديال الحصيره و لو ستيل ديال غافينيتي فريمون مانيفيك كيجيو فنين في اللبسه هانتوما فيها هاد شويشيات هنايا فوالا بارطو شوفوا معايا هاد سنيسلا فريمون غزاله البنات الثمن ديالها جد مناسب فريمون والله العظيم الى ثقيله ديال بصح ماشي زعما بكل امانه كنقول لكم غير كنقول لكم شي حاجه ثقيله راه فريمون كتكون ثقيله نتوما راه فونديفون غو نو مولاي حبيب المحمدي نو
جوست كان كنبيعوا هاد بحال هاد لي زارتيكل هكا وداكشي ياك ما كتبيعوش بالجمله مولاي حبيب المحمدي خويا دوز بريفي ما هضر مع المعلم في لي ديتاي و الا كان شي حاجه تفهم سي كاين لاتولي نقدروا زعما الا بغيتي شي حاجه اون غو نبيعو عليك ماشي مشكل فوالا كيف قلت لكم هاد السنيسله هادي كتبقى ب 9400 درهم 9400 درهم اللي هي 188 الف ريال هاد السنيسله فريمون غزاله البنات ديال الغافينيتي وثقيله وصحيحه ما نحتاجش نشكر لكم السناسل ديال الحصيره فنين بزاف والثمن جد مناسب فهما كيبقى فهي كتبقى بلوتو ب 9400 درهم 9400 درهم اللي هي 188 الف ريال حجر الزمرد سامحني فاجي سمعت لا مرحبا بك حبيبتي ماشي مشكل واخا جيتي شويه روطار قربنا نساليو اللايف ماشي مشكل السلاسل اللي وراك على يدك اللي صريه شحال اختي اللي منيه اللي صريه ما عرفتش حبيبتي على ان السلاسل كنهضر ولكن شوفي هاد السلاسل اللي هذا كامل اللي كتشوفي اي سلسله عرضناها في اللايف ديال البارح يكفي انك تدخلي لاباج ديالنا فيسبوك بجوريها راه كيعرفها خلاص غادي تشوفي اللايف ديال البارح ديال صامدي وغادي تلقاي فيه سنيسلاس اللي معلقين هنا وسنيسلاس واحد اخرين عرضتهم البارح حيت اللايف ديال هاد النهار تتم ايوا تكميله لا سويت ديال داكشي اللي عرضنا البارح دابا بقاو زعما غير سناس اللي غلاد اللي شويه في الثمن طالعين ولكن البارح عرضت سنيسلاس باسمينه مناسب اختي شحال الثمن داك السلسله المبرومه في دوا تويجي اللي دوز ديال 152 الف ريال جو بونس 152 الف ريال اختي هذيك داير 7600 درهم شوفي غير نساليو اللايف دخلي زعما الا ما بقيتش الا ما عقلتيش بالضبط على اين وحده عاودي اللايف من الاول غير نساليو غادي تلقاي في لاباج ديالنا فيسبوك راها في لي كومونتير بجوريها و صيفطي لينا سكرين ديال السلسله اللي بغيتي وصيفطي لينا بريفي فوالا اختي الطقم اللي دايره زوين شحال داير سعاني دعاء حبيبتي هانتي شوفي معايا كاين لو كوليي فوالا لي بوكل الحلقات و الخاتم و لو براسلي ديالهم بواحد 31600 درهم 31600 درهم اللي هي 3,232,000 بلي انا لابسه كيمشي يعني معاه كامل ما كيمشيش بوحدو و لونسومبل كامل موفيز كونيكسيون سمحوا لينا عندنا بروبليم دو كونيكسيون باردون تاع اللايف باردون سمحوا لي فوالا كيف قلت لكم شنو كنت كنقول فوالا لونسومبل كامل كيبقى 31600 درهم 31600 درهم اللي هي 3,232,000 ريال فوالا هذا هو الثمن ديال لونسومبل كامل فوالا نذكركم بالثمن ديال لاشين بوندونتي فغافينيتي ديال سلسله الحصيره كتبقى 188000 ريال اللي هي 9400 درهم 9400 درهم واللي هي 940 اورو 400 بلوتو 940 اورو واللي هي 7400 درهم واللي هي 188000 ريال غندوز نوريكم وحده اخرى ديال الغافينيتي صحيحه وثقيله فريمون البنات شوفوا الفرق انا كندير ليها هكا وكنحس بها غادي طيح فريمون غزاله شوفوا شحال مدوبله دونك ما تخافوش عليها نتوما شوفوا هذه رقيقه وهذه الغليظه فريمون مدوبله بزاف وصحيحه ثقيله ديال بصح الاس فوالا والثمن ديالها كتبقى ب 14700 درهم 14700 درهم اللي هي 1,094,000 ريال فوالا 1,094,000 ريال اللي هي 14700 درهم اللي هي 1,094,000 ريال فوالا غزاله فريمون البنات وثقيله ثمن جد مناسب ديال هاد السلسله فوالا كيف قلت لكم كتبقى ب 14700 درهم 14700 درهم اللي هي
مليون وربعة وتسعين ألف ريال واللي هي 1470 أورو 1470 أورو بلوكي شبكات بيازي مولاي حبيب محمدي اوكي ميرسي انا كان بلوكي مزاك ترياجي بالضحك بيضحك ولا كيف ما كتشوفوا معايا هاد سنيس لك سبقى 14700 درهم اللي هي 1,094,000 ريال فريمون غزالة بزاف البنات والثمن ديالها جد مناسب كيف قلت لكم كتبقى ب 14700 درهم او بيان 1470 يورو 1470 اورو فوالا هذا هو الثمن ديال هاد السنسلة فوالا ثمن جد مناسب غندوز نوريكم السنسلة حتى هي كتعجبكم البنات و تري طوندونس هي اللي كاينه دابا في السوق شي حاجه فريمون زوينه بزاف ديال جاكوار هذا هو اللي عاد خرج اخر واحد حيت جاكوار في هاد لاني هادي ما بين شاك بيريود و بيريود كيخرجوا ستيل ديال جاكوار في الاول كان غير الراس ابري داروا ديال جوج ريوس وهذا اللي عاد هنا جو بونس هو لو ديرني اخر واحد خرج فيهم بلوس كو سا كاينه هاد الشويشيه هادي فريمون فيه لي زيو اون فير هنا لي بول يعني هاد السلسله جمعه جميع المقاييس وبيان كاع داكشي اللي عاد خرج مؤخرا جمعه هاد السلسله لي بول راكم عارفين اي حاجه فيها لي بول ساويه الثمن فوالا و فهاد السلسله هادي كتبقى غير 148000 ريال فريمون ثمن جد مناسب اللي هي 7400 درهم 7400 درهم اللي هي كيف قلت لكم 7400 درهم او بيان 740 اورو 740 اورو ولا 7400 درهم اللي هي 148 الف ريال فوالا هذا هو الثمن ديال هاد السنسله ديال جاكوار فريمون غزاله بزاف وكتجي في البيسه مانيفيك حر عبدو حاد جوي هذا الذهب ديال بصح زعما ديال 18 الكارا معروف فوالا و هادشي اللي كاين فوالا كيف قلت لكم هاد السنسله هادي كتبقى 148 الف ريال هي 7400 درهم 7400 درهم غندوز نوريكم هاد السنسله حتى هي ديال الحضور ثقيله فريمون مدوبله هانتوما شوفوا معايا مدوبله وغزاله ثقيله بزاف كي كتشوفوا معايا بليتو فوالا فهاد السنسله هادي كتبقى 1,046,000 ريال هانتوما شوفوا معايا طويله وثقيله فيها هذيك يقولوا لا جو بونس القلاده فوالا والثمن ديالها كتبقى 12300 درهم 12300 درهم اللي هي 1,046,000 ريال 12300 درهم او بيان 1230 اورو اللي هي 1230 اورو ولا 12300 درهم واللي هي 1,046,000 ريال فوالا هادشي اللي كاين نذكركم بالثمن ديال هاد لي زارتيكل اللي انا لابسه دابا فوالا كيف ما كتشوفوا معايا كاين هاد لونسومبل اللي لابسه هنا فوالا شوفوا معايا لي بوك الحلقات لو كوليي فوالا كاين الخاتم لو براسلي فوالا فالونسومبل كامل كيبقى ب 31600 درهم اللي هي 31600 درهم وبيان 3160 اورو اللي هي 3160 اورو ولا 3,032,000 ريال كيبقى هاد لونسومبل كامل كاين هاد لاباك اللي انا لابسه هنايا ديال الحضور كيبقى ب 72000 ريال اللي هي 3600 درهم واللي هي 3600 درهم واللي هي 360 اورو او بيان 360 اورو فوالا و هاد لاباك د مارياج اللي انا لابسه هنايا فهو كيبقى ب 44 كيبقى ب 44000 ريال اللي هي 2200 درهم 2200 درهم بالنسبه لهاد الخاتم د مارياج اللي انا لابسه هنا فوالا كاينين هاد لي 3 براسلي اللي دايره هنا ديال الفيس كيبقاو بثلاثه بيهم 180000 ريال اللي هي 9300 درهم 9300 درهم كاينه هاد السنسله ديال الحصيره ديال الانفينين اللي لابسه هنا حتى هي كيف ما كتشوفوا
كتبقى 3000 درهم 3000 درهم اللي هي 60000 ريال. فوالا كانوا هادو هما لي زارتيكل ديال هاد النهار. نتمنى يكون عجبكم اللايف, عجبكم لي زارتيكل اللي وريناكم, على امل اللقاء بكم ان شاء الله في لايف جديد مع لي زارتيكل جداد. جو بونس غدا ان شاء الله مع 8 في لايف جديد. ميرسي بوكو على التتبع ديالكم, شكرا لكم فوالا وعلى الوفاء ديالكم لينا. ان شاء الله كنضرب لكم موعد في الغدا كيف قلت لكم مع 8 ان شاء الله. تهلاو لي فراسكم وما تنساوش ما تخرجوش من ديوركم, عافاكم وتتبعوا التعليمات اللي كيقولوا لكم فوالا غسلوا يديكم داكشي هذا 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 واللي بغى شي حاجه غنصيفطوها له ما غنجيبوها لهش فوالا. و نتمنوا خير ان شاء الله والله يحد الباس وان شاء الله يا ربي يوقف هذا المرض هذا وان شاء الله ما يكون غير الخير. يلا تصبحوا على خير, تغدا ان شاء الله. السلام عليكم.